اب بيكلمني وخليكم معايا في القصه دي، وانا يعني بوجهه له هو بيسمعني، بيقول انت عيالي بيسمعوكي واحنا بنسمعك، وبعت لي عتاب انك انت قلت ان الاب السلبي اللي بيقول كلام يعمل بناته البنت تتجنبه وتتجاهله. لما بيكون بتشتم وبتضرب وفتح دماغ بنتك وعامل كذا ومسوي كذا، امر طبيعي انها تقف قدامك ند، يعني هتقول لك اه انت كذا، ولا تروح تجيب لك البوليس، ولا تروح مش ما امر طبيعي يا ابني ان هي تتجنبك، تجنبوا الاذى ونمنع، والام المفروض تمنع الاذى، وانت كاب ما تضربش. لكن انت بتقول انا الحمد لله بناقشهم وبحاورهم ومع عمري ما غصبتهم على حاجه وصالحين، يبقى هيتجن زعلان ليه؟ الا اذا كنت عملت حاجه اذيت بيها البنات. يعني انت بتلوم عليا في ايه لو انت اب كويس؟ لكن لو انت من النوع اللي بيشتم، ولا النوع السلبي، ولا النوع اللي بيقول كذا، ولا يجيبها قدام زمايلها ويقوم جاي تفف على في وسط زمايلها، والله هذا حصل وانا شفته وقالت لي شوفي كذا وكذا وكذا وكذا، وقام جاي تفف عليها في وسط زمايلها، ولا الام اللي مسكتها بهدلتها قدام كذا، وعلى الله الجول على ايه ومش عارفه ايه، انتوا طمعانيني ما عندناش عشان عشيكوا، ده ليه تحرجوا بناتكوا كده؟ ليه؟ ما انت لو كويس مش هتتجنبك، تمنع الاذى ونعم لحد ما ربنا يجعل لها مخرج، يا اما ربنا يهديكوا انتوا كاباء. فما تزعلش، احنا بنقول الصح والصح ما يزعلش، خليكوا اباء حنونين على بناتكم، مش البنت تقول لي انا عايشه في كوكب وهم في كوكب، الكلام ده مش صح خالص تمام.